عاصمتكم. انا عبد الحميد بوشناق، وهذا كنزو الكلب نتاعي عمره 3 سنين. انا كيما برشا عباد مغروم بياسر بالحيوانات، فما اللي ربي كلب، فما اللي ربي قطوس، فما اللي ربي ارنب. المهم نزلنا نستحضوا عليهم على خاطرهم الكائنات الوحيده اللي تفرح كي تراك، عمرها ما تغش عليك وما تسمك حتى كلمه خايبه، وساعات يفهموك اكثر من برشا عباد، مش هكا؟ تتفكروا وقت اللي كنا صغار، كانوا قبل فما ومضات اشهارات عدى في التلفزة، وكانوا زادة فما حملات تحسيسية في المكاتب على التلقيح ضد الكلب وداء الكلب. انا زادة كان مش في بالي حكاية وفات، لكن للأسف ما زالت. في 2022 سجلنا 5 حالات وفاة، اغلبيتهم ولاد صغار وكلهم من داء الكلب. في 2023 والعام ما زال ما فيش فما 6 حالات وفاة حتى التو. مش ما يكونش الحل الوحيد اللي احنا نقتلوهم، لقحوني مرة في العالم.